اهلا بيكم يا دكاترة، والنهاردة مكملين مع بعض شابتر الايمالشن. موضوعنا بيتكلم على الايمالسيفاينج ايجنت. قلنا قبل كده ان الايمالسيفاينج ايجنت دي المادة اللي بتساهم لي في زيادة الاستابيليتي بتاعة الايمالشن، وان انا لو مش معايا ايمالسيفاينج ايجنت ما اقدرش اصنع ايمالشن على الاطلاق. طب يا ترى كان ايه دور الايمالسيفاينج ايجنت في صناعة الايمالشن؟ قلنا ان الايمالسيفاينج ايجنت لازم اول حاجة يعملها ان هو يقلل الانترفيشال تنشن اللي بتوين التو اميسبل ليكويد فيزز، اللي هو التوتر ما بين الزيت وايه والميه. وبعد ما يقل التنشن دي بتلاقي ان الليكويد بتاعي بيتكسر لسمولر جلوبيولز. وبعد كده الامالسيفاينج ايجنت ممكن يعمل لي حاجه اسمها اورينتد ويدج او بلاستيك فيلم حوالين الانترنال فيز بتاعه الامالشن. الهدف من الاورينتد ويدج او البلاستيك فيلم او اللاير اللي اتكونت حوالين الانترنال فيز بتاعه الايمالشن ان هي تمنع ان الانترنال فيز يخبطوا في بعض ويحصل بينهم كونتاكت ويرجعوا يحصل فيهم كوالزنس، يعني يندمجوا مع بعض وفي النهايه الايمالشن يبوظ. ولو نرجع تاني لتعريف الايمالشن، قلنا ان الايمالشن عباره عن ثيرموداينامكالي انستابل سيستم، ولكن في وجود ثيرد ماتيريال اسمها الايمالسيفاينج ايجنت هنا هتزيد الاستابيليتي بتاعه الايمالشن. نخلي بالنا من حاجة صغيرة كده، ان الامالسيفاينج ايجنت اللي يقدر يصنع ايمالشن ويحاول يعمله ستيبلايزيشن بنسمي الامالسيفاينج ايجنت ده ترو اور برايمري امالسيفاينج ايجنت. يبقى البرايمري امالسيفاينج ايجنت اللي هو قدر يشتغل بالنظريات اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، اللي هي سيرفيس تنشن ثيوري او الاورينتد ويدج ثيوري واخيرا البلاستيك او الانترفيشال فيلم ثيوري. دول كده ايمالشن او سوري ايمالسيفاينج ايجنت قدر يصنع ايمالشن ويعمل له ستيبلايزيشن. في نوع تاني من الايمالسيفاينج ايجنت ما يقدرش يصنع ايمالشن، ولكن هو لو معايا ايمالشن بالفعل هيبدا يزود لي الاستابيليتي بتاعته. بنسمي كده الايمالسيفاينج ايجنت ده اوكسيلري. اوكسيلري ايمالسيفاينج ايجنت ده معناه ان هو بيزود الاستابيليتي بتاعه الايمالشن، بس قلنا ما يقدرش يصنع الايمالشن. طب يزود الاستابيليتي بتاعته ازاي؟ عن طريق ان هو بيزود الفيسكوزيتي اللي هي اللزوجه بتاعه الايه الايمالشن. لمعلوماتكم كل ما يكون الايمالشن فيسكس يعني لزج، كل ما تكون حركه الانترنال فيز بطيئه، فبالتالي هيبقى تقل الفرصه ان يحصل حاجه اسمها فلوكيوليشن اند كريمنج، او ان ممكن الايمالشن بتاعي ايه يبوظ. البروبلم دي هنشرحها ان شاء الله المره الجايه بالتفصيل. يبقى هنا الامالسيفاينج ايجنت اللي بيصنع الامالشن ويحافظ على الاستابيليتي بتاعته يبقى اسمه برايمري او اسمه ترو امالسيفاينج ايجنت. اما لو معاك امالشن بالفعل واستخدمت ماده عشان تعزز من الاستابيليتي بتاعته عن طريق ان هي بتزود اللزوجه بيسموها اوكسيلري امالسيفاينج ايجنت. طيب ندخل دلوقتي في تقسيمه الامالسيفاينج ايجنت. ممكن نقول بدل نقول امالسيفاينج ايجنت قول امالسيفاير عادي مفيش مشكله. ممكن برضه نقول امالجنت. الامالجنت هو الامالسيفاينج ايجنت. الامالسيفاينج ايجنت التقسيمه اللي عندي هنا على حسب النيتشر بتاعته، حسب طبعه او حسب الاوريجن بتاعه هو جاي من اصل ايه. فمثلا لو كان الامالسيفاينج ايجنت من اصل طبيعي قلنا بنسميه ناتشرال امالسيفاينج ايجنت. لو كان من اصل صناعي انت اللي صنعه اللي هو السيرفاكتان بنسميه سينثيتيك امالسيفاينج ايجنت. في نوع ثالث بنسميه فاينلي ديفايدد سوليد، ده سوليد وطحنته ونعمته قوي، سوليد ناعم. طبعا هنا السوليد ناعم ده هيقعد عند الانترفيس بتوين الايه الاويل اند ايه ووتر وبيزود ايه الاستابيليتي. طيب نبدا مع بعض بالناتشرال ايمالسيفاينج ايجنت. الناتشرال ايمالسيفاينج ايجنت قلنا ده اصل طبيعي، قد يكون من فيجيتابل سورس او قد يكون من انيمال سورس، يعني يا اما من اصل نباتي يا اما من اصل ايه حيواني. بالنسبه للنوع اللي هو من فيجيتابل سورس، النوع اللي هو من اصل ايه نباتي، يا ترى ايه مميزاته او ايه عيوبه؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. مبدئيا الانواع اللي هي من الفيجيتابل سورس دي كلها بتدوب في الميه، فاذا كلها هتعمل لي ستيبلايزيشن للايمالشن اللي هو من نوع اويل ان ووتر. انتوا لو تفتكروا الرول اللي احنا قلناها قبل كده ان هنا الامالسيفاينج ايجنت هو اللي بيعمل كنترول على التايب بتاع الايمالشن، قلنا عن طريق السوليبيليتي كاركتر بتاعته. كل ما بيكون بيدوب في حاجه الحاجه دي بتبقى هي الاكسترنال ايه فيز. كل الاكزامبلز اللي عندنا دي كلها ووتر سوليبل، فبتعمل لي ستيبلايزيشن لايمالشن اويل ان ايه ان ووتر. نبدا مع بعض في اول حاجه من الفيجيتابل سورس اللي هو النوع اللي جاي من الكربوهيدراتس. المعلومات اللي عندنا في الكربوهيدراتس بنلاقينا ان هم عندهم كاري نيجاتيف تشارج، يعني بنقول ان هم انايونيك ان نيتشر، ولسه قايلين ان هم ووتر سوليبل فبيعملوا ايمالشن اويل ان ايه ان ووتر.
الكربوهيدرات مشكلتها ان هي ممكن تكون عرضه ان يحصل فيها كونتامينيشن بالمايكرو اورجانيزم. مشكلتها برضو ان هي ما بتدوبش في الكحول. فلو انت معاك ايمالشن في الكحول بكميه كبيره، فبالتالي الاكاشيا او التريجاكانس او البكتين او الكربوهيدرات دول هيحصل لهم ايه؟ بريسيبيتيشن، او بنسميها سولتنج اوت. برضو لو السيستم بتاعك فيه املاح كتيره، فالاملاح دي هتدوب والاكاشيا السوليبيليتي بتاعتها هتقل، فبالتالي برضو هيحصل لها حاجه اسمها سولتنج اوت. يبقى هنا بنقول ان الكربوهيدرات فيري سنسيتيف، حساسين جدا لو انت حطيت الكحول او حطيت ايه الكترولايتس. الحاجات دي بتعمل ظاهره اسمها سولتنج اوت. سولتنج اوت يعني معناها ان هم السوليبيليتي بتاعتهم قلت وايه وترسبوا من الايه من السيستم ايه بتاعك. طيب بالنسبه للاكاشيا برضه قلنا ان هي بتعمل اويل ان ووتر، نفس الكلام اللي احنا عمالين نقوله. الاكاشيا بتعمل لي ايمالشن ستيبل، ايمالشن بتاعي ستيبل بلاتابل لذيذ كده، بس مشكلته ان اللزوجه بتاعته بتبقى قليله، ليه لو فيسكوزيتي. احنا اتفقنا قبل كده ان الايمالشن الفيسكوزيتي بتاعته قليله بيبقى عرضه ان هو يبوظ، فساعات بنحط ماده اللي هي اوكسيلري ايمالسيفاير تزود اللزوجه عشان تعمل ايه؟ ستيبلايزيشن. طب يا ترى ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع الاكاشيا؟ ازاي الاكاشيا بيعمل لي ستيبل ايمالشن؟ الاكاشيا تمام، او عامه الميكانيزم اللي هقوله مخصص للكربوهيدراتس بشكل جنرال. الميكانيزم بتاعي ان هم ممكن يقللوا لي الانترفيشال تنشن، فده قلنا هيلب ان يحصل ديسبرشن للاويل ان ايه؟ ان ووتر. بلس كمان ان الكربوهيدراتس بيقدر يحصل لهم ادزوربشن عند الانترفيس ما بين الاويل والووتر، ويبداوا يعملوا لي ايه؟ يحوطوا لي الايه؟ الانترنال ايه؟ فيز، اللي هم عملوا لي زي حاجه اسمها اللي هو البلاستيك او الايه؟ الانترفيشال فيلم ايه؟ ثيوري. يبقى كده يقدروا يشتغلوا كبرايمري او قلنا ترو ايمالسيفاير. ولكن مثلا حاجه زي التريجاكانث والبيكتين كمان ليهم المقدره ان هم بيزودوا لي الفيسكوزيتي بتاعت الميديوم. طب لما اللزوجه بتاعت الميديوم تزيد، قلنا هنا حركه الانترنال فيز بتقل، فبالتالي تبقى مشاكل زي الكواليزنس ان هم يحصل اندماج، او مشاكل زي الكريمنج بتقل، فكده انا عززت الايه؟ الاستابيليتي. يبقى هنا الكربوهيدراتس عموما ممكن تشتغل كبرايمري، ممكن تشتغل كاوكسيلري. برايمري قلنا عن طريق ان هي بتقلل انترفيشال تنشن وتعمل قلنا ايه؟ فيلم، او قلنا انترفيشال او بلاستيك فيلم حوالين الانترنال فيز. يا اما ان هما بيزودوا لي الفيسكوزيتي بتاعت الميديا فيشتغلوا كاوكسيلري ايمالسيفاير، وهنا هتقل قلنا من المشاكل اللي كانت ممكن تحصل في مين؟ في الايمالشن. بالنسبه للاكاشيا في عندنا جدول في المذكره بيوري لي النسب اللي انا هستخدمها او كميه الاكاشيا اللي انا هستخدمها بتختلف طبعا على حسب التايب اوف اويل. يعني انا عندي التايبس اوف اويل في منهجنا متقسمين لفيكسد اويل ومينرال اويل وفولاتايل اويل. فيكسد اويل زي عندنا الكاستر اويل، او ممكن حاجه زي الاوليف اويل. لو انت هتستخدم الايمالشن عايز تعمل فيه كاستر اويل، او يعني نوع اي نوع من الفيكسد اويل، فهنا هتبقى النسبه بتاعت الاويل الى الووتر الى الايمالسيفاينج ايجنت. طبعا قلنا الايمالسيفاينج ايجنت هيبقى مثلا هو الاكاشيا او الجام اكاشيا، النسب دي هتبقى 4 الى 2 الى 1. اما لو النوع الاويل عباره عن مينرال زي الليكويد بارافين، وما عنديش مثال تاني على المينرال اويل هو الوحيد الليكويد بارافين، ساعتها النسب بتاعتها هتبقى 3 الى 2 الى 1. واخيرا لو كان الاويل بتاعي فولاتايل زي التربنتاين اويل او البيبرمنت اويل او الروز اويل، اي حاجه فولاتايل، ساعتها النسب بتاعتها تبقى 2 2 ايه 1. ماشي يا دكاتره، نخلي بالنا من النسب دي، وخلي بالنا ان الريشيوز دي بتبقى اويل ووتر جام، عشان ما اجيش في الامتحان اعكس لك واقول لك طب انا عايز النسب بتاعت الجام الى الووتر الى الاويل. لو قلت لك جام الى ووتر الى اويل في حاله فيكسد اويل هتقول لي 1 الى 2 الى 4 وهكذا، تخلي بالنا. يبقى النسب دي اويل الى الووتر الى ايه؟ الجام. خلي بالكوا في كل النسب بتاعتي دايما الووتر ضعف الجام، ولكن الموضوع هيختلف على حسب قلنا مين الايه؟ الاويل. بالمناسبه من خلال التيبل ده نقدر نقول ان اكتر كميه ايمالسيفاينج ايجنت بحتاجها لما يكون الاويل بتاعك فولاتايل. يعني بصوا لو في حاله الفولاتايل اويل هيبقى الجام نص الاويل، يعني 1 الى 2،
ولكن في حاله مثلا الفيكسد اويل هتلاقي الجام 1 الى 4، يعني الربع الكميه. انا عايز اقول لكم هنا ان كميه الجام في النوع اللي هو الفولاتايل تعتبر اكتر ايه كميه. ده يعتبر الكلام بتاع الايه الاكاشيا. يبقى الاكاشيا ده نوع قلنا من الكربوهيدرات، وده بيشتغل اكتر، شغلانته اكتر شغال قلنا ايه كبرايمري. بس مشكله الاكاشيا ايمولشن قلنا ممكن يبقى ليها لو فيسكوزيتي، لزجتها قليله شويه، فانت ممكن تزود الفيسكوزيتي بتاعتها عن طريق انك تستخدم تراجاكانف، تستخدم بيكتين، تستخدم سيلولوز، تستخدم مواد اسمها الجينات، تمام، تستخدم اجار. كل المواد دي كلها من شانها ان هي بتزود الايه اللزوجه فتعمل ستابلايزيشن. تاني نوع عندنا في الكربوهيدرات او تاني اكزامبل اللي هو التراجاكانف. التراجاكانف لو انت ناوي تستخدمه بديل الاكاشيا، فانت لو هتستخدم جرام اكاشيا يبقى استخدم لي التراجاكانس 1/10 يعني 0.1. طب لو هتستخدم 5 جرامز اكاشيا يبقى استخدم لي 0.5 جرام تريجاكانف. يبقى الواحد من 10 تريجاكانف يكافئ الواحد من الايه من الاكاشيا. التريجاكانف ايمالشن بيكونوا كورزر مقارنه بالاكاشيا ايمالشن. يعني لو انت عملت اكاشيا ايمالشن بيبقى الجلوبيولز بتاعتي فاين، ولكن لو عملت تريجاكانف ايمالشن بتبقى الجلوبيولز بتاعتي مور ايه كورس، يبقى ايه السايز بتاعها اكبر ايه شويه. والتريجاكانس ممكن نستخدمها قلنا زي اوكسيلري ايمالسيفاير، قلنا عن طريق ان هو بيزود الايه الفيسكوزيتي فيزود الاستابيليتي. البكتين نفس الفكره زي التريجاكانس، بس انتوا عارفين البكتين يا جماعه ده اللي بنجيبه من القشره الداخليه بتاعه السيترس فروت، يعني لو قشره البرتقانه من جوه او قشره الليمون، ده عباره عن البكتين. البكتين لو انت هتستخدمه لوحده فهتستخدم برضو 0.1 جرام من البكتين يكافئ 1 جرام من الايه من الاكاشيا. ممكن برضو تستخدمه في كومباينيشن مع الاكاشيا كاوكسيلري ايمالسيفاير، يعني تستخدم الاكاشيا عادي وبعد كده تحط البكتين عشان يزود الايه الفيسكوزيتي ويزود الاستابيليتي. قلنا لو هتستخدم البكتين لوحده كبرايمري ايمالسيفاير هنستخدم قلنا 0.1 قدام 1 جرام من مين من الاكاشيا. طب لو هتستخدمه كاوكسيلري ايمالسيفاير هتشوف الفاينل فوليوم بتاع البريبريشن وتحط بكتين بنسبه 1%. يعني لو الفاينل بريبريشن 100 مللتر يبقى انت هتحط هنا بكتين 1 جرام. طب لو الفاينل بريبريشن مثلا 200 مللتر فانت هتحط بكتين 2 ايه جرام، يعني انت بتحط 1% من الفاينل ايه بريبريشن. كده خلصنا الكلام عن الكربوهيدرات. نبدا ندخل في السليلوز. السليلوز ميزته عن الكربوهيدرات ان السليلوز عامه بيبقى مور بيور، انقى شويه، بيبقى معقد عن الكربوهيدرات، فتلاقيش البكتيريا تقدر تعيش قوي على الايه على السيلوز. السيلوز مش حساس قوي لاضافه الايه التغير في البي اتش، او مثلا ان تضيف الكحول او تضيف الكترولايت مش زي الايه الكربوهيدرات. فعشان كده السيلوز غالبا بيبقى اغلى شويه مقارنه بالكربوهيدرات. بالنسبه لاكزامبل السيلوز طبعا اكزامبل كتيره جدا، بس انا مش هناخد غير الميثايل سيلولوز والكربوكسي ميثايل سيلولوز. بالنسبه للميثايل سيلولوز ده ما بيدوبش غير في الكولد ووتر، يعني لو معاك ميه بارده يدوب فيها بسهوله جدا، بس ما يدوبش في الاورجانيك سولفنت، يعني ما تلاقيهوش ان هو بيدوب في الايه الكحول، تمام. ده بيدوب قلنا في الميه اللي هي الايه الكولد. طيب لمعلوماتنا لو انت عملت ديسبيرشن من الميثايل سيلولوز، يعني انت جبت الميثايل سيلولوز ووشته في ميه وقعدت تسخنه بتلاقي الفيسكوزيتي بتزيد، على عكس معظم المواد. معظم المواد يا جماعه لو انت معاك مثلا اويل او معاك اي ماده وسخنتها بتلاقي الفيسكوزيتي بتاعتها بتقل، ولكن الميثايل سيلوز انت لما بتيجي تسخنه بتلاقي ان هو بيبدا يتقل وتلاقي اللزوجه بتاعته ايه بتزيد. عشان كده لما بتكون عايز تحضر ديسبيرشن من الميثايل سيلوز عشان تستفيد باللزوجه العاليه بتاعته، عشان تستفيد ان هو كاوكسيلري ايمالسيفاير، ما احنا قلنا ده بيزود اللزوجه فيستخدم كاوكسيلري ايمالسيفاير عشان تزود اللزوجه، فانت بتيجي تعمل ديسبيرشن منه ازاي؟ بتجيب تلت الميه اللي انت محتاجها تكون التلت ميه سخنه عشان تحصل على اللزوجه اللي انت عايزها، وبعد كده بتحط الايه التلتين الباقيين يبقوا ميه ايه ساقعه. اما الكربوكسي ميثايل سيلوز او بنقول عليه كربوكسي ميثايل سيلوز صوديوم او صوديوم كربوكسي ميثايل سيلوز، المركب ده بيدوب في الميه السخنه والميه الساقعه. هنا بقى لو انت سخنت الديسبيرشن بتاع السي ام سي ده الكربوكسي ميثايل سيلوز، لو سخنته هتلاقي الفيسكوزيتي بتاعته بتقل، قلنا عكس الايه الميثايل ايه سيلوز. الكربوكسي ميثايل سيلوز
موجود في السوق في 3 فيسكوزيتي جريد، يعني بينزل جريد منه اللي هو ليه لو فيسكوزيتي، وبينزل في السوق منه حاجه هاي فيسكوزيتي، وحاجه الجريد الثالث اللي هو الانترميديت فيسكوزيتي. فبنقول ان هو بينزل في السوق في 3 فيسكوزيتي جريدز، ثلاث انواع من الايه، من اللزوجه. طبعا الكربوكسي ونفالسيلوز زي ما قلنا بيستخدمه كاوكسيلري ايه امالسيفير، قلنا عن طريق ان هو بيزود الايه اللزوجه بتاعه الايه السيستم. كل الكربوهيدرات والسليلوز او كل الامالسيفاينج ايجنت اللي قلنا جايين من الفيجيتابل سورس اللي هم في منهجنا كلهم قلنا ايه ووتر سوليبل، فيعملوا له ستيبلايزيشن لامالشن اللي هو الاكسترنال فيس بتاعه ايه ووتر، تمام، فعملوا اويل ان ايه ان ووتر. نروح للامالسيفاينج ايجنت اللي هو من انيمال سورس، تمام. اللي من انيمال سورس برضو فيه كتير، زي عندنا الايه الجيلاتين، تمام، وعندنا الايه الايج يولك اللي هو صفار البيض جواه ماده اسمها الليسيثين، عندنا حاجه زي الوول فات والايه الكوليسترول. هنبدا مع بعض الاول بايه بالجيلاتين. الجيلاتين ده عباره عن بروتين، جبته منين؟ بيجيبوا جلد وعظم الحيوانات السكن قلنا والبون، بيجيبوا التندونز والليجامنتس الاوتار والاربطه والكلام ده، بيقعدوا يغلوه مع الميه. بس اشهر نوعين عندنا في الفارماسيوتيكال من الجيلاتين، نوع اسمه فارماجيل A ونوع تاني اسمه فارماجيل B. يبقى التايبس بتاعت الجيلاتين عندي فارماجيل A وفارماجيل A B. الفارماجيل A بيجيبوا الجلد بتاع الحيوان ويقعدوا يغلوه مع الميه، وبعد فتره كده بيوصلوا لبريكورزر ماده اوليه كده، بيبداوا يعملوا لها تريتمنت يعالجوها باسيد، فعشان كده اسمه تايب A. يبقى التايب A عموما بيبقى جاي اكتر من الايه السكن، وببدا اعمل تريتمنت باستخدام قلنا مين الايه الاسيد، يبقى ده دي نتيجه اسيد تريتد بريكورزر. اما الفارماجيل B بيبقى بجيب عموما البون العظم واقعد اغليه، وبعد كده بنوصل للبريكورزر ماده اوليه كده، بعد كده بيعملوا لها تريتمنت بايه ببيز، فعشان كده ده النوع الثاني اللي هو اسمه فارماجيل A B. نكمل مع بعض. النوع فارماجيل ايه يستخدم اكتر في اسيديك ميديا، او يستخدم اكتر مع الايه الادويه الايه الاسيديك. بالمناسبه في حاجه اسمها ايزو الكتريك بوينت، او نختصرها اي بي ايزو الكتريك بوينت. الايزو الكتريك بوينت بتاعه الفارماجيل ايه بتبقى رقم عالي شويه، يعني من تقريبا من ايه من 7 لايه ل 9. ايه هي الايزو الكتريك بوينت؟ مبدئيا الايزو الكتريك بوينت دي هتقابلنا قدامها هشرحها بالتفصيل، بس ناخد فكره عنها دلوقتي. الايزو الكتريك بوينت ترجمه حرفيه دي النقطه اللي عندها البوزيتيف تشارج بتساوي النيجاتيف تشارج. انت لو معاك بروتين مولكيول، دايما البروتين تمام بيبقى فيه مجموعات تدي شحنه موجبه ومجموعات تدي شحنه سالبه، مجموعه الامين تدي موجب، مجموعه الكربوكسيل تدي شحنه ايه سالبه. عند بي اتش معينه بتلاقي البوزيتيف تشارج بتساوي النيجاتيف تشارج، بيسمي النقطة دي بنسميها ايزو الكتريك بوينت. يبقى الايزو الكتريك بوينت دي النقطة اللي عندها الشحنات الموجبة تساوي الشحنات الايه السالبة. فهنا الايزو الكتريك بوينت بتاعت فارماجيل A بتبقى من 7 ل 9. لو انت معاك بقى المولكيول بتاعك وحطيته في بي اتش اقل، طبعا يا جماعة دي قيمة بي اتش، يعني الايزو الكتريك بوينت من 7 ل 9 ده قيمة بي اتش. لو انت حطيت المولكيول بتاعك في ظروف بي اتش اقل من الايزو الكتريك بوينت، هيبقى المركب بتاعك عليه شحنه موجبه بوزيتيف تشارج. ولو انت المركب بتاعك حطيته في بي اتش اعلى من الايزو الكتريك بوينت، هيبقى المركب بتاعك عليه نيجاتيف ايه تشارج. يبقى اعرفها قاعده كده عند الايزو الكتريك بوينت. طبعا يا جماعه الايزو الكتريك بوينت ما هياش 7، لا كل مولكيول ليه سبيسيفيك ايزو الكتريك بوينت. فهنا مثلا المركب بتاعنا هنا من 7 ل 9، ممكن مثلا يبقى 9، ممكن يبقى 8، كله على حسب طبعا الانواع اللي انت بتحصل عليها. يعني مثلا البيج سكن اللي هو الجيلاتين اللي جاي من البيج سكن، الجيلاتين اللي جاي من جلد الخنزير، تبقى الايزو الكتريك بوينت بتاعته حوالي 8 و9 من 10. عند 8 و9 من 10 الموجب يساوي السالب. طب لو حطيته عند بي اتش اقل من 8 و9 من 10 هيبقى عليه شحنه موجبه، هتوف بي اتش اعلى من 8 و9 من 10 يبقى عليه شحنه ايه سالبه. اما الايزو الكتريك بوينت في النوع اللي هو الفارماجيل بي بتلاقيها اقل شويه، بتلاقيها مثلا 4 و7 من 10، بتلاقيها لغايه ايه 5. طيب الفارماجيل ايه انت بتستخدمه في بي اتش اقل من الايزو الكتريك بوينت، يعني انت بتستخدمه في بي اتش مثلا سي 3.5، انت بتستخدمه في بي اتش اقل من الايزو الكتريك بوينت، فعشان كده الفارماجيل ايه هيبقى عليه بوزيتيف تشارج. اما
الفارماجيل بي انت هتستخدمه في بي اتش اعلى من الايزو الكتريك بوينت، يعني ممكن تستخدمه في اتش 7، ممكن تستخدمه في اتش 8، ففي الحاله دي هيبقى عليه شحنه ايه؟ سالبه. يبقى قلنا اعلى من الايزو الكتريك بوينت هيبقى نيجاتيف، اقل من الايزو الكتريك بوينت هيبقى كده ايه؟ بوزيتيف. قلنا كل مركب او كل نوع من البروتين ليه عنده سبيسيفيك ايزو الكتريك ايه بوينت. بما ان الفارماجيل ايه عليه بوزيتيف تشارج، ما ينفعش يتحط مع المركبات اللي عليها النيجاتيف تشارج. يعني نقدر نقول ان الفارماجيل ايه؟ incompatible، يعني غير متوافق، يعني هيعمل لي مشاكل مع الهيدروكولويدز اللي عليها شحنه سالبه. احنا قلنا قبل كده ان الكربوهيدرات دي زي الاكاشيا والتريجا كانث، المركبات دي عليها شحنه سالبه، فما ينفعش يتحطوا مع الفارماجيل ايه لو كان عليه الشحنه ايه الموجبه. يعني انت لما يكون معاك فارماجيل ايه في الايزو الكتريك بوينت قلنا بتاعته من 7 ل 9 وانت استخدمته في بي اتش اقل منها اللي هي 3.5، فهو عليه شحنه موجبه، فما ينفعش يتحط قلنا مع الاكاشيا او ايه او التريجا كانث. اما الفارماجيل بي انت بتستخدمه في اتش 7 اللي هي اعلى من الايزو الكتريك بوينت بتاعته، ففي الحاله دي طبعا ممكن تستخدمه 7 او 8 او المهم رقم اعلى من الايزو الكتريك بوينت بتاعته، فعليه شحنه سالبه، فهيبقى كومباتيبل متوافق مع الاكاشيا او الايه التريجا كانف. طيب كده احنا خلصنا من ايه الجيلاتين. طبعا الجيلاتين يا جماعه ووتر سوليبل، وطالما ووتر سوليبل هيبقى ستيبلايز انهي نوع من الامالشن اويل ان ايه ان ووتر. نروح بعد كده طبعا برضو بالمناسبه في الايج يولك، بس مش مشروح في منهجنا. الايج يولك اللي هو الصفار البيض جواه ماده اسمها الليسيثين، برضو بتدوب في الميه فبتعمل لي ايمالشن اويل ان ووتر برضو. بالمناسبه الايج يولك صفار البيض ناس كتير بتستخدمه عشان تعمل المايونيز، المايونيز ايمالشن اويل ان ايه ووتر، بس المايونيز مليان زيت كتير، يعني الانترنال فيز هنا كتير جدا، الاويل كتير. لو انت جربت تعمل مايونيز في البيت هتلاقيك بتستخدم ميه قليل جدا والزيت هو اللي بكميه رهيبه، بس بيطلع زي ما اتفقنا قلنا ايمالشن اويل ان ايه ان ووتر، نتيجه ان الايمالسيفاينج ايجنت اللي مستخدمه اللي هو الليسيثين ده اللي هو جاي من صفار البيض بيحب الميه اكتر فبيعمل اويل ان ايه ووتر. الايمالشن الايمالسيفاينج ايجنت اللي بعد كده الوول فات اند كوليسترول، باين من الاسم مبدئيا الوول فات ده الاسم الثاني بتاعه اسمه لانولين. اللانولين ده الشحم اللي جاي من الغنم او اللي هو من الصوف بتاع الغنم اسمه وول فات او ايه لانولين. والكوليسترول طبعا كلنا عارفينه، الاثنين دول بيدوبوا في الزيت، طالما بيدوبوا في الزيت او بيحب الزيت اكتر فيبقى الزيت هو اللي ايه اكسترنال فيز، فبيعملوا لي ايمالشن ووتر ان ايه ان اويل. طبعا في كلام في الورق، يعني مثلا الوول فات ده نوع من الواكس بيبقى لونه اصفر بيل يلو، تمام، بيبقى ماده ستيكي واكسي ليها ميلتنج بوينت من 36 ل 42. الوول فات من المركبات ان ليها المقدره ان هي تشفط ميه جواها، يعني هو فات يعني هو ايه زيت بيقدر يشفط ميه جواه، يشفط ميه جواه حوالي 50%. طب لو بيشفط ميه جوه الميه جوه يبقى ووتر زي ما قلنا ان ايه ان اويل، يبقى الوول فات يقدر يابزورب حوالي 50% ايه ووتر. ده بالنسبه للكلام بتاع الوول فات والكوليسترول. الوول فات والكوليسترول زي ما لسه قايل من شويه بيعملوا ووتر ان اويل ايمالشن، بيستخدموا في الكريمات، تمام، بيستخدموا زي ان هم ايه ايموليانت مرطبين على استخدموا للترطيب للايه للجلد، فبيستخدموا في الاويل مينت والكريم. احنا قلنا قبل كده ان ممكن يكون الايمالشن بتاع ليكويد او ممكن يكون ان ايه سيمي سوليد زي الكريم. احنا قلنا الكريم ده عباره عن سيمي سوليد ايمالشن، وممكن برضو بعض الاوينمنت بيزس تبقى برضو عبارة عن ايه ايمالشن. كده احنا خلصنا من الايمالسيفاينج ايجنت اللي من ناتشرال سورس. نقدر نستنتج كده ان كل الايمالسيفاينج ايجنت اللي من ناتشرال سورس بيعملوا لي اويل ان ووتر ايمالشن، اكسبت اللي باين من اسمهم وول فات ايه والكوليسترول. النوع الثاني او الكلاس الثاني من الايمالسيفاينج ايجنت اسمه فاينلي ديفايدد سوليد، دي سوليد ناعم. المركبات دي عامله زي المغنيسيوم هيدروكسيد والالومنيوم هيدروكسيد، تمام، والمغنيسيوم تراي سيليكيت وماده كمان اسمها البنتونايت، دول اسمهم كده فاينلي ديفايدد سوليد. المركبات دي بتعمل لي فيري ستيبل ايمالشن، معظمهم بيعملوا ايمالشن من النوع اللي هو الايه الاويل ان ايه ان ووتر، لانهم بيحبوا الميه اكتر فيخلوا الووتر اكسترنال فيز. طب بيشتغلوا بانهي ميكانيزم؟ قلنا بيحصل لهم ايه اورينتيشن ما بين ايه الانترنال فيز والاكسترنال فيز. يعني مثلا سي ده معايا ايمالشن، انا خدت كره من الانترنال فيز، بتلاقي الفاينلي ديفايدد سوليد تمام حصل له هنا قاعد هنا اورينتيشن
تمام ما بين الايه الانترنال فيز والاكسترنال فيز، يعني زي مثلا ده الاويل واللي بره هنا ده كده مين الايه الووتر. خلي بالكم معلومه لازم تبقى فاهم ان هنا السوليد اللي هستخدمه يكون فاين 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 عشان يبقى البارتيكل سايز بتاع السوليد اصغر من البارتيكل سايز بتاعت الانترنال فيز عشان يقدر يقعد عند الانترفيس. تمام ده الكلام اللي عندنا بالنسبه للفاينلي ديفايدد سوليد. اخر نوع معانا في الامولسيفاينج ايجنت اللي هو سينثيتيك امولسيفاينج ايجنت او اللي هو احنا بنسميهم السرفاكتانت. السرفاكتانت ده يا جماعه اللي هي المركبات اللي هي مميزه ان ليها هيد وليها تيل. ليها هيد بيبقى ليه افينيتي للووتر بنسميها بولار هيد، اما التيل بيبقى ليه افينيتي اكتر لمين للاويل فبنسميه ان هو ايه نون ايه بولر. او ممكن نقول ان الهيد دي بتبقى هيدروفيلك اما التيل بيبقى نون بولر او لايبوفيلك. طب ايه مميزات السينثيتيك امالسيفاينج ايجنت؟ الميزه فيه اولا ان هو مش عرضه قوي للكونتامينيشن مقارنه بانواع اللي هي الناتشرال. بجانب كمان ان النوع السينثيتيك انت اللي صنعه فانت ممكن تعمل سيرفاكتانت يكون هيدروفيلك فده بيفيفور الفورميشن اوف اويل ان ووتر امالشن. ممكن تعمل لي سيرفاكتانت مور لايبوفيلك فده يعمل امالشن ووتر ان ايه ان اويل. فانت ده سينثيتيك فانت تقدر تلعب في الريشيو ما بين الهيد اللي هي البولر والتيل اللي هو مين النون بولر يبقى انت عندك وايد رينج من ايه من السيرفاكتنت. بالمناسبه في مصطلح اسمه الاتش ال بي. الاتش ال بي اللي هو اسمه هيدروفيلك لايبوفيلك بالانس. هيدروفيلك لايبوفيلك بالانس المصطلح ده ليه علاقه بانهي نوع من الامالسيفاينج ايجنت؟ ليه علاقه بالسيرفاكتنت كامالسيفاينج ايجنت لان قلنا السيرفاكتنت ليه هيد وليه تيل ليه هيدروفيلك بارت واللايبوفيلك بارت. ففي مقياس اسمه اتش ال بي اللي انا بشوف الايه البالانس ما بين الهيد الى ايه الى التيل. كل طبعا الارقام دي كان واحد اسمه جريفن اللي اخترع المقياس ده وكان المقياس ده بيتراوح من 1 لغايه 50 ولكن السيرفاكتانت اللي هي تستخدم اكتر فارماسيوتيكالي الرينج بتاعها من 1 ل 20. يبقى كل سيرفاكتانت بدي له رقم. الرقم ده قد يكون 1 2 3 المهم قلنا من 1 ل 20 دول الموست يوسفول ايه سيرفاكتانت اللي بستخدمهم في الفارماسيوتكس. السيرفاكتانت هنا بياخد قيمه. لو قيمه الاتش ال بي بتاعتي لو الفاليو بتاعتي عاليه ده معناه ان السيرفاكتانت بتاعي مور هيدروفيلك. فمعنى كده ان السيرفاكتانت ده هيفيفور الفورميشن هيفضل انه يكون لي ايمالشن من النوع اللي هو الايه الاويل ان ايه ان ووتر. ولكن لو السيرفاكتانت بتاعي الفاليو بتاعت الاتش ال بي كانت قليله فنقدر نقول ان هو less hydrophilic او تقول ان هو more lipophilic. وطالما ان هو more lipophilic يبقى هيعمل لي emulsion اللي هو ايه water in ايه in oil. ده بالنسبه لل HLB. عموما السيرفاكتانت ال HLB بتاعته من 3 ل 6 تمام او لو قلت لك من 3 ل 5 مش هتفرق فده كده قيمه ال HLB بتاعته قليله فده هيعمل emulsion water in ايه in oil. ولكن لو كان السيرفاكتانت قيمة ال HLB بتاعته من 8 ل 18 فلو قلت لك 15 او قلت لك 16 فكل الارقام دي كلها في الرينج بتاعي فكده قيمة ال HLB عالية فده يعمل ايه؟ اويل ان ايه؟ ان ووتر. بالنسبة للسيرفاكتانت هم قسموه على حسب البيهيفير بتاعه في الاكوا سوليوشن. يعني انت لما تجيب سيرفاكتانت تحطه في مية لو اتأين يسموه ايونيك ايونيك تمام؟ لو اتأين يسموه ايونيك. طبعا الايونيك ده قد يكون انايونيك عليه شحنه سالبه او يكون عليه شحنه ايه موجبه. ولو ما اتاينش على الاطلاق بيسموه هنا ايه نون ايه ايونيك ما بيتاينش. النوع الانايونيك ده لما بحطه في الميه بلاقي ان الجزء الاكتف فيه عليه شحنه سالبه. من اشهر الاكزامبل الانايونيك الايه السوب. السوب اللي هو الصابون يا دكاتره تمام. يعني لما يكون معايا مركب زي مثلا ايه الصوديوم اوليت. في واحد يقول لي ما هو الصوديوم موجب. لما تيجي تحط المركب بتاع اللي هو الصابون ده في الميه الصوديوم هيتأين وعليه شحنه موجبه بس الصوديوم ده مش سيرفاكتانت. ويبقى عندي بعد كده باقي المركب عليه شحنه مين؟ سالبه. ادي ده كده الهيد وادي كده ده مين الايه؟ التيل. فاذا السوب تبع انهي نوع من السيرفاكتانت اللي هو الايه؟ الانيونيك لان الجزء الاكتف او السيرفاكتانت عامه عليه شحنه هنا مين؟ ايه؟ سالبه. طبعا المثال اللي انا حطيته في الصابون ده بنسميه مونو فيلنت سوب. مونو فيلنت سوب يعني احادي التكافؤ. طبعا ممكن يبقى صوديوم او ايه او بوتاسيوم. ممكن نقول مونو فيلنت او يوني فيلنت.
المونوفالنت سوب بيبقى ووتر سوليبل، المونوفالنت سوب بيبقى ووتر سوليبل، فيعمل لي ايمالشن اويل ان ايه ان ووتر. قلنا ده مثلا قلنا الصوديوم اوليت، صوديوم لوريت، صوديوم ستيريت. ولكن في نوع من الصابون اسمه داي فالنت، او في عندك تراي فالنت، تمام، او عامه ممكن نسموهم الميتاليك سوب. الميتاليك سوب بدل ما هو صوديوم، تمام، او الداي فالنت بدل ما هو صوديوم يبقى ايه مثلا حاجه زي الكالسيوم او المغنيسيوم. الداي فالنت سوب ما بيدوبوش في الميه، وبرده الداي فالنت ولا التراي فالنت او البولي فالنت سوب عموما. فدول كده هيعملوا ايمالشن ايه ووتر ان ايه ان اويل. وانا عند الصابون طول ما هو مونو فالنت احادي التكافؤ قلنا هيخلي بيدوب في الميه فيخلي الووتر اكسترنال فيز. اما الداي فالنت والتراي فالنت او قلنا بنسموهم البولي فالنت او الميتاليك سوب بيدوبوا في الزيت فيعملوا لي ووتر ان ايه ان اويل. المعلومه دي مهمه جدا. برضه في انواع من السوب بنسميها الاماين سوب او بنسميها الاورجانيك سوب. الاماين سوب اخو المونو فالنت سوب زيه بالظبط، بس بدل ما تقول مثلا صوديوم اوليت هتشيل الصوديوم ده وتحط اماين، يعني هتحط حاجه اسمها تراي ايثانول اماين اوليت، تمام، برضو كاماين سوب هيدوب ايه في الميه فيخلي الميه اكسترنال فيز. من امثله الانيونك سيرفاكتانت بس ما نهتمش بيهم قوي، هنحتاجهم في شباتر ثانيه، زي مركب اسمه الاس ال اس صوديوم لورايل سلفيت. يبقى ده برضو نوع من السلفيت على شحنه سالبه، صوديوم لورايل سلفيت. عامة بالمناسبة لورايل يعني 12 كربونة، فهنا R فيها 12 كربونة، تمام، وعندك O SO3 أو على بعضها SO4 طبعا عليه شحنة سالبة، وعندك الصوديوم عليه شحنة موجبة، ده اسمه صوديوم لورايل إيه سلفيت، تمام، أو ساعات بنقول عليه اسمه صوديوم دودسايل سلفيت. دودسايل يعني 12 كربونة، أو يعني لورايل برضو يعني 12 إيه كربونة. برضو من الإكزامبل حاجة اسمها السلفونيت، يبقى عندك سلفيت وايه وسلفونيت، برضو السلفونيت ده بيدوب في الميه زي الداي اوكتايل صوديوم سلفو ساكسينيت. دي كلها اكزامبل بتاعت الانيونيك. على فكره نقدر نقول ان كل الانيونيك بيعملوا لي اويل ان ووتر ما عدا بس الايه الداي فالنت والتراي ايه فالنت. نروح للنوع الثاني من السيرفاكتانت اللي هو الكاتيونيك، وده اللي هيبقى عليه شحنه موجبه. مبدئيا كل السيرفاكتانت الكاتيونيك عباره عن حاجه اسمها كده كيو اي سي quaternary ammonium compounds. quaternary ammonium compounds يعني مركبات ذو نيتروجين رباعيه. واخد قبل كده في الاورجانيك ان النيتروجين اللي بقى عليها عامله اربع روابط بيبقى عليها شحنه موجبه، تمام. من اشهر الامثله الكاتيونيك حاجه اسمها البنزلكونيوم ايه كلورايد، بنزلكونيوم كلورايد. طبعا هي الكلورايد ده هيتقين عليه شحنه سالبه، ما هوش ده ما هوش مش ده سيرفاكتانت خالص، ولكن المركب اللي عليه النيتروجين الموجبه ده هو ده كده مين الايه السيرفاكتانت. فعندنا مركب اسمه البنزلكونيوم كلورايد، ومركب تاني اسمه الستايل تريميثايل امونيوم بروميد او اسمه الستريمايد، ده كده كاتيونيك. الكاتيونيك سيرفاكتانت بيمتازوا ان هم ليهم بكتيريسايدال اكتيفيتي. يعني ايه بكتيريسايدال اكتيفيتي؟ يعني بيموتوا الميكروبات، فده كده يعتبر الايمالسيفاينج ايجنت اللي هو بيقتل الايه الميكروبات، وممكن يشتغل كمان كماده حافظه. ماده البنزلكونيوم كلورايد ماده مشهوره جدا كماده حافظه، موجودة في تقريبا في حوالي أكثر من 70% من القطرات اللي موجودة في السوق شغالة كمادة حافظة. الكاتيونيك مشكلته إن هو عليه شحنة موجبة، فما ينفعش مع سيرفاكتانت تاني عليه شحنة سالبة، ما ينفعش يتحط مع دواء عليه شحنة سالبة، يبقى مشكلته إن هو عشان شحنة موجبة يبقى إنكومباتيبل مع أي حاجة عليها شحنة إيه سالبة. بالمناسبة في نوع تاني من الأيونيك ممكن يتقين موجب أو ممكن يتقين سالب، وممكن يبقى عليه شحنتين، ده على حسب البي اتش، بس احنا ما بنفضلوش. ليه ما بنفضلوش؟ لان لو البي اتش اتغيرت ممكن يبقى عليه شحنه موجبه، ممكن لو عليه شحنه سالبه ممكن يبقى عليه شحنتين فيعمل لي مشاكل، فعشان كده مش حاطينه في الكلاسيفيكيشن دي. اخر نوع معانا من السينثيتك سيرفاكتانت او السينثيتك ايمالسيفاينج ايجنت اللي هو النون ايونيك. هنا المركب على بعضه ما بيتقينش، بس هو ليه حته هيدروفيلك وحته لايبوفيلك، بيشتغل على ككل على بعضه من غير ما يتقين. اشهر نوعين في النون ايونيك ودول ما ينفعش ننساهم، اعتبرهم زي عنتر وعبله اللي هم سبان اند توين. دول تنسى كل حاجه بس ما تنساش السبان اند توين لانهم مشهورين جدا. اصل انت عارف لما يكون حاجه نون ايونيك مش عليها شحنات ما تتاثرش بالبي اتش، تبقى كومباتيبل متوافقه. ممكن احط نون ايونيك مع الكاتيونيك، ممكن احط نون ايونيك مع الانيونيك، ممكن احط نون ايونيك مع اي دواء سواء الدواء ده تشارجد او نوت تشارجد.
افتكر كده الاسبان والتوين. الاسبان ده طبعا الاسبان يا جماعه ده اختصار، يعني اختصار عملوا ايه. الاسبان ده اساسا عباره عن حاجه اسمها سوربيتان فاتي اسيد استر. سوربيتان ده مركب فيه خمسة او اتش. السوربيتان لو انت فعلت السوربيتان مع فاتي اسيد فانت هتعامل اكن السوربيتان ده كالكحول، وادي ده الفاتي اسيد الكحول واسيد بيطلع حاجه اسمها ايه استر. فالاسبان عباره عن حاجه اسمها سوربيتان فاتي اسيد استر، او استر من السوربيتان مع مين؟ مع الفاتي ايه اسيد. فبدل ما اقول سوربيتان فاتي اسيد استر فبقول ايه سبان. الاستر بيبقى لايبوفيليك، وطالما لايبوفيليك يبقى قيمه الاتش ال بي بتاعت الاسبان قليله، فاذا الاسبان هيعمل لي ايمالشن ايه ووتر ان ايه ان اويل. اما التوين ده مشتق من الاسبان، جبت الاسبان ده وضفت عليه حاجه اسمها بولي اوكسي ايثيلين جروب، فعشان كده التوين بيبقى عباره عن كده بولي اوكسي ايثيلين سوربيتان فاتي اسيد استر. يبقى انت هتجيب سبان واتفقنا هنحط عليه البولي اوكسي ايثيلين جروب فيطلع لك التوين. المركبات دي خلت التوين هيدروفيلك، حتى افتكر التوين هنا في دبليو هيدروفيلك، فقيمه الاتش ال بي في حاله التوين بتبقى عاليه، فالتوين ده هيعمل ايمالشن قلنا مين اويل ان ايه ان ووتر. يبقى التوين او حتى ساعات التوين بنسميه بولي سوربيت. يبقى التوين الاسم بتاعه لازم يبدا بكلمه بولي، يا اما بولي اوكسي ايثيلين سوربيتان مونولوريت مثلا ده كمثال، او ايه او ساعات بيسموه بولي ايه سوربيت. التوين ده زي ما قلنا بيبقى مور ايه هيدروفيليك فيعمل ايمالشن اويل ان ايه ان ووتر. طبعا اتفقنا ان كل السينثيتك ايمالسيفاينج ايجنت او السيرفاكتانت شغالين على حسب قيمه الايه الاتش ال بي. طب يا ترى نفتكر مع بعض كده ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع السيرفاكتنت. السيرفاكتنت يا جماعه اشتغل بنظريتين، اشتغل ان هو من اسمه سيرفاكتنت يبقى هيقلل التنشن ما بين الاويل والووتر. مش بس كده، قلنا ان السيرفاكتنت بيعمل ويدج حوالين مين الانترنال فيز بتاع الايه الايمالشن. فسي مثلا لو انت هتعمل ايمالشن اويل ان ووتر فهتلاقي اللي هيحصل السيرفاكتنت عامل كده. ده بنسميه كده الويدج شيب، ده كده اويل ان ووتر. طب عرفت ازاي ان هو اويل ان ووتر؟ ما انت بص شايف الهيد بره في اتجاه مين؟ الووتر. شايف التيل جوه يبقى في اتجاه الايه؟ الاويل. والعكس صحيح، لو معايا ايمالشن ووتر ان اويل بتلاقي الرسمه عامله كده اهو، وتلاقي السيرفاكتن بقى هنا الهيد تبقى جوه، الهيد في اتجاه مين؟ الايه؟ الووتر. عشان لو الرسمه دي جت مرسومه ويقول لك انهي ايمالشن انهي نوع ايمالشن، يا ترى ده اويل ان ووتر ولا ووتر ان اويل؟ ويقول لك يا ترى انا عايز مثال لايمالسيفاينج ايجنت عمل لي النوع ده ومثال عمل لي النوع ده. طبعا الاويل ان ووتر مثال مثلا زي الايه التوين. انت نسيت توين، ما انت عندك المونوفيلنت سوب تمام، عندك بقى هنا. طب لو ووتر ان اويل قلنا زي مين؟ زي الاسبان. احنا متفقين قبل كده ان السيرفاكتنت هو اللي بيتحكم في نوع الايمالشن، قلنا عن طريق السوليبيليتي كاركتر بتاعته. كل ما يكون هيدروفيلك تمام كل ما هيبقى الاكسترنال فيز ميه، طب لو كل ما هيكون لايبوفيلك اكتر كل ما الاكسترنال فيز هيبقى اويل. هنقف لغايه كده وان شاء الله هنكمل مع بعض الايه في الفيديوهات الجايه.